مستر كولر في يعني كتير من الاوقات بيتكلم على عقليه اللعيب اللي بيرتدي قميص النادي الاهلي، وبيبص لها اكتر من النقاط الفنيه، واشاد بعقليه كوكا وقال واحد من اللعيبه اللي انا شايف ليها مكسب للنادي الاهلي ومستقبل للنادي الاهلي. اكيد. بص، انت في النادي الاهلي حاجه من الحاجات اللي بتفرق شخصيتك وعقليتك. انت عقليتك كويسه، شخصيتك هتكون كويسه. فالحمد لله الواحد بيحاول يفكر بشكل كويس، يحاول يعرف قيمه المكان اللي هو موجود فيه. فاكيد العقليه مهمه جدا، هي اللي هتخليك تتمرن، هي اللي هتخليك تحافظ على نفسك، هي اللي هتخليك تنام كويس. فالحمد لله الواحد بيحاول يعمل ده. يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون احسن باذن الله. كوكا من بداياته كان دايما بيتميز بالناحيه الدفاعيه وباجاده الناحيه الدفاعيه، لكن مستر كولر طور في الفتره الاخيره، بنشوف الواجبات الهجوميه، كوكا بياخد رجل المباراه في المباراه في الدوري، بيصنع اهداف، اعتقد طور كتير جدا مستر كولر في كوكا، اعتقد دي امور مهمه جدا وتاثيرها، قول لي تاثيرها عليك يا كوكا ازاي؟ اكيد رقم 6 في الاول خالص كان الموضوع بيبقى كان كله قوه، كله حاجات، دايما انت اللي بتصد دايما هجمات المنافس. فالموضوع اخر موسمين ده الحمد لله بدا يتطور كتير، كمان مع مستر كولر زي ما انت ما قلت احنا دايما بنلعب في 3 في نص الملعب، فدايما رقم 6 دايما هو شبه اكتر واحد بيستلم كوره. فدايما اكيد لازم يكون كورته كويسه جدا، لازم يكون دايما سبورت للاتنين التمانية اللي معاه. فاخر ماتش المقاولين الحمد لله قدرت اعمل ده بشكل كويس، وقدرت اعمل اسيست لديانج. فالحمد لله دايما بنحاول ننفذ كل التعليمات اللي بتطلب مننا. الحمد لله الموضوع ده بدأ يتطور بشكل كبير اخر موسمين، يعني الحمد لله.